አልቆባቸዋል አሰላህ አላህ ለወደፊት እየቱብ عليهم ይመራቸዋል ان الله غفور رحيم الله مهارنا ازيدونا عبد الله بن عباس عسى مثلهم سيفسروا ماله عسى في القران للتحقيق برغت ማለት ነው አሉ عسى الله ለወደፊት ያለው በርግጥ ይመራቸዋል ማለት ነው اسال الله ان يحقق لنا التوبه الله يمارن ስለዚህ ሁላችን ሶላት ያቆም ሰዎች ከዚህ በኋላ ለማቆን ተብተን ረመዳን መገናኘት ያለብን ሰው ምናማ ሰው ከዚህ በኋላ ወደምት ላለመለስ ወስነ ረመዳን መቀበል ይኖርብናል ራሳችንን መርመረው ስንት ሰው ይዛሬ አመት እኛ ጋር አብሮ ጾሞ ነበር ዘንድሮ የለም ይተደ አፈር ተጭኖት ጠባብ ጉርጓድ ውስጥ ገብቷል እኔ እናንተን አላህ ወፈቀን በተውበት ንጹህ በሆነ ወደ አላህ መመለስ ይህን ታላቅ ወር ለሚቀበሉ ይገባል ኢንሻአላህ رمضان يتلاك انقداء ميوداتشو يتلايو صالحات الأعمال طرو طرو سراوتش علو يهين انقداء من الناس تنقدبت الاجتهاد في قراءة القرآن قرآن بمكرات اجتهاد بمادرقنو لنكبلو مكبا رمضان يقرآن ورنو شهر رمضان هو شهر القرآن رمضان رأس قرآن وردبت ورنو يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال شهر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان كو قران يتورد بتورنا الى الله هدى للناس لسولجوج ممرى يهن زند وبينات من الهدى يقناچو منجد مبرريا يهن زند والفرقان حسته كونت يمليو قران يوردو برمضان الى الله سبحانه وتعالى اذا رمضان قران يورد بتورنا يا قران ورنا قران منا بزابت ورنا إذن فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته عند مسلم بزي رمضان قرآن قاتسر مجمر اللبت وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله سلفوش قدمت مسلم عباسوشاتشن قرآن لي رمضان بتقام يابزون البر فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان جبريل عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم بيلليت يمتى قرآن يكارتشون البر يقول عبد الله بن عباس كما رواه البخاري بخاري نزق قبوت عبد الله بن عباس من الالو وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن جبريل كل يوم ليلة ليلة نبي جاي تجنانية فيدارسه القرآن قرآن يا كراتشو نبر كيف يدارسه يدارسه مالت نبي كفتنا في كتشلالو جبريل كزيقا الساتشو يكرالو السعاد دامتال السعاد دامتال السعاد دامتالو اندي نبر قرآن امي كراروت كانوا السلف يتفرغون للقرآن قدمت مسلموش رمضان سيقبا قرآن بتشال مقرات ليلة والعبادة قراءة تو نبرا وكان الزهري إمام الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام إمام الزهري رمضان سيقام للال اندي يهوركو يقرآن مكيانا إطعام الطعام مسكينو تشني ما بيا دهو تشني ما مكبيا ورنو النبر ليلة وتتوى القرآن ملس نبر وقال ابن عبد الحاكم هي إمام مالك درس من للال كان مالك إذا دخل رمضان إمام مالك رمضان كسيقبا ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم كعلم وشكات كما أنتم يا درقوتن مما مار حديث نتوتنا ويقبل على تلاوة القرآن قرآن ودمقرات ملس نبر ما استمرت حديث لا يتوت نبر يا قرآن ورن قرآن قال نبر ما يسالفت وقال عبد الرزاق من إلالي سفيان الثوري درس كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن إمام سفيان الثوري رمضان سيقبا ليلة ونعبادة كرقاتون يتونا وده قرآن يملسو نبر كالله كتاب قانو كزين اللي تسلفو دقمهم بدأم بزو نبر ميكاروت كانوا السلف يكثرون قراءة القرآن بدأم بزو نبر ميكاروت تنشع نبرم وكان قتادة يختم في كل سبع دائما إمام القتادة تعلق علم هلهم كرمضان دي سبات كانوا نبر قرآن ما ختمت وفي رمضان في كل ثلاث رمضان دمو سيقبا حياون كان بيسوس كان يختم له وفي العشر الأواخر في كل ليلة دقم عشر الأواخر يمن شرشو اجتهاد من هذا القبط يمن شرشو عصر كانوا سيكروا دقمو بيك أن يختم نبر سبحان الله وكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان أسود تعلق وعلم بيولت كانوا نبر من ختمة رمضان لي وكان عثمان أمي عجب دمو سيدنا عثمان عثمان بن عفان يختم
في ليلة واحدة بأند لليت قرآن نختم ويدر نبر وأعجب بطعم قرم دمو وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة إمام الشافعي برمضان سلسا قزي ختم دبر سلسا قزي عندي تنمي ختمة كالي عندي ختمة له ما تاي سجدوا صلاة لهم عندي ختمة له بسلاسا وكن سلسا قزي ختمة له سبحان الله عندي تنبر لقرآن راسات شوهم يسوت نبي صلى الله عليه وسلم حديث لي كسوس كم بفيت يا ختمة سو قرآن أي ردهم بلو أنا كل كلا درقوت هل قن ابن رجب تهلاك عالم من إلال قال ابن رجب إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك سوى النهار قرآن كسوس كم بتاش مختم من مكلا كلو هل يمس التادرقون كرمضان وجم استادرقوه كل كلي ونبهل فأمالوا اندي ما كونا في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي طلبوا فيها ليلة القدر بتلي برمضان سيون ما قزيوي تلك قزين وها رمضان رمضان سيون بتلي داكمو ليلة القدر قني بتالتو بميت تعصبة ليلة سيون ما ببزاح شقر لهم أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن بتلي داكمو رمضان سيون كجزي انصار دغمو طرو بوتو سيغبا اندمكا يالا اگر سيغبا كزي ما قران مابزا بيقنو ماختم يتوددن وغتنامن لفضيله الزمان والمكان يجزيولنا يبوتون تلقنت اجر كمتكم انصار يلالو وهو قول احمد واسحاق وغيرهما من الائمه عندما امام احمد امام اسحاق كلهم يدقفوا قولنا رمضان للقران مابزا تالب بنشل بيسوس كانوا ما ختم قال تساكا بيسر كانوا لما ختمت أرى اللبن دقمو قرآن سكرا سنكرا يها سلف وجحال زنبل ونقازيت هذا لما برمي نبوت لم يكن من هدي السلف مجرد تلاوته قدمت سلفوش قرآن سيانبو مجند قازيت أزنبلو هذا لما برمي نبوت وإنما كانوا يتأثرون بكلام الله بالله نقر وستاتشو إنك كانبر ويحركون به القلوب لبات شوين كساكس نبر قرآن يا الله نقر كلام الرحمن يا الله نقر كونه دبدا بيو سبحان الله تمسط ونبر كلب نبر ميا نبوت أستماريتشين نبياتشين صلى الله عليه وسلم بن نيدم ويعجبال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود من الهلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبياتشين دي بالعلم أقرأ علي القرآن أنت ابن مسعود اسكي قرآن كربين ألن فقلت يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا أقرأ عليك وعليك ونزل قرآن بانت تورد وبانت لك رب هلهم دي ألقواتشو قال إني أحب أن أسمعه من غيري أني كليلا يسسمو كليلا سوصدام تدس لن يالك ربين ألن فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت إلى هذه الآية كسورة النساء مكرات جمر كلاتشو كزيها انكس اسكدرس كدرس من إلى انكسو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا انديث لي هنو كستتو نقروا أسفرينو ليان لانو هزب مسكر بامتان باتشو قزي أن تندمو بأمته لي مسكاري عدل قمبامتان قزي نقروا انديث لي هنو كزي سدرس قال حسبك الآن بك حلن فالتفت إلي ولنبيك نبي تملكتك فإذا عيناه تذرفان ولتايناتشو بأي وردو نبر عليك الصلاة والسلام رسول أني نبر لباتشو منك على القرآن وقد قرى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر اتشنان كسكرا سورة المطفف اللي علتشون يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة يسول جوج لألمات كيتا لفردك ومالو إن كرانا فبكى حتى خر يالك أسودكو يزيني هل إنك نبر يقول المزاحم صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ سفيان الثوري إتشن آيات كروا إلى يسجدون قرآن مكره تجمروا الحمد جمروا سكروا إياك نعبد وإياك نستعين ملو أنكز ليس درسوا بكى حتى انقطع قراءته مكرات سكاكو مدرس ستارو كزامر لا يتملسو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ألكسو انباتشو نقراتو سكيكو ردرس نقنا تملسو إلا اندي نبر لباتشو يتنكا أمي كاروت
سبحان الله. يقول راوي البيهقي من هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت إتشي عن كسب وردش قزيلة لأبو هريرة النقر أفمن هذا الحديث تعجبون أن أنت بزت شان كسنون دي إما تقرموت وتضحكون ولا تبكون تسك ألاتشو أتلقسو من دي ميلوان كسينة بكى أهل الصفة. أهل الصفة مبالو በኢኮኖሚ ደካማ የሆኑ ሰሃቦች አሉ ከነብዩ ቤት ጀርባ የሚቀመጡ አሉ እችን አልከሰሙ በካህሉ ሱፋ حتى جرت دموعهم على ودودهم በጉንጮቻቸው